الهاتف، طبعا احد نجوم النادي الاهلي في السبعينات والمدير الفني الحالي لفريق بلديه المحله في القسم الثاني، كابتن رمضان. مساء الخير، اهلا بيك في بيتك في البيت الكبير في النادي الاهلي. خير يا كابتن هاني، ومساء الخير يا سام، واولا مبروك ليكوا البرنامج، وان شاء الله باذن الله كده تعملوا لنا حاجه كويسه قوي. لكن انا يمكن عاوز اقول لك حاجه، انا رحت باركت للنادي الاهلي من 4 ايام كده في فرع الجزيره في النادي الاهلي على القناه، لكن انا الحقيقه بعد ما شفت القناه لازم تيجي تشوف بنفسك. طبعا 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 يا سام. كان انطباعك ايه يا كابتن؟ كان انطباعك ايه لما شفت، يمكن يعني امبارح كان الناس كلها بتتفرج، قول لنا احساسك وانطباعك ايه عن انطلاقه القناه النادي قناه النادي الاهلي الجديد في صوابعها الجديد. يعني اقول لك حاجه هاني، الحقيقه انا كان انطباعي امبارح او يعني زي بالظبط ما بكون بنحصل على بطوله، عارف لما نحصل مثلا على بطوله افريقيا او بطوله دوري او بطوله، فرحه جامده جدا جدا، وشكل يليق بنادي القرن، بقناه نادي القرن. يعني ده مهم جدا كمان يا هاني طبعا، يعني فعلا طبعًا. حاجه محترمه جدا جدا جدا، واعتقد ان انتم ان شاء الله باذن الله في خلال الفتره اللي جايه دي هتكونوا افضل قناه رياضيه في العالم كمان ان شاء الله. يا رب ان شاء الله يا كابتن، ان شاء الله احنا بندعي ان شاء الله ان شاء الله. وتشرفنا بقى في بيتك الكبير، يعني ما هو ان شاء الله باذن الله، اكيد اكيد ان شاء الله. كابتن رمضان، خلينا نخش شويه في النواحي الفنيه، خلينا نتكلم على تقييمك لاداء النادي الاهلي في الفتره اللي فاتت، وكمان الفترة اللي جاية شايفها ازاي بالنسبة للنادي الاهلي استعدادا لاستئناف الدوري، ده مهم جدا. وكمان يعني نادي الاهلي رايح على فين في البطولة الافريقية، ان شاء الله نشوفه في المباراة النهائية، لكن الرؤية الفنية عامة بالنسبة لاداء النادي الاهلي الفترة اللي فاتت. يعني انا هقول لك حاجة، انا بس هرجع لقبل التوقف الحقيقة قبل الكورونا، اعتقد ان النادي الاهلي كان بيقدم افضل كرة موجودة في افريقيا. يعني طبعا انا في رأيي ان مستر فايلر حقيقة اضاف لتيم النادي الاهلي او فريق النادي الاهلي، يعني انت عارف ايه يا هاني، حصل تطوير في الاداء الفردي لعيبه كتيره جدا. صحيح، لعيبه كتيره جدا حصل عندهم تطوير، يعني ما يحصلش مثلا ايه في 4 شهور 5 شهور زي ما مستر فاير الحقيقه وصله للعيبته. يعني نتكلم مثلا نموذج مثلا رمضان صبحي، الحقيقه يعني رمضان صبحي من افضل اللعيبه اللي موجوده الحقيقه الموسم اللي فات، لكن هو اضاف له بدل ما كان بيعمل مراوغات على الخط، لا ده ابتدى يخش جوه كراس حربه وابتدى يحرز اهداف، وفي تطوير جامد جدا، في تطوير في اداء السوليه. يعني حتى الاثنين الديفندر اللي عندك يا هاني او السوليه او يانج، الحقيقه المفروض ان مثلا واحد بيهاجم وواحد بيثبت. مظبوط تمام. ده هو بيعتمد على ايه؟ ان هو كل الناس بتهاجم، وبيعتمد ان هو لما بيفقد الكوره ان هو بان واحد الدفاع بتاعته بقى في الضغط، يمكن بيفكرنا الحقيقه من 4 5 مواسم يا هاني الحقيقه ببرشلونه مع جارديولا، الحقيقه لما بيقطعوا الكوره في 4 ثواني، يعني هو يعني وصل مع تيم النادي الاهلي بالشكل ده، هو كان بيقطع كوره من 4 ل 6 ثواني الحقيقه، فبالتالي ما كانش في قلق عنده في ان بيبقى في مساحات عنده في النواحي الدفاعيه. لا، ويمكن كمان ده فعلا اللي يمكن قبل الهوا ما اخش مع مستر بايلر امبارح، هو قال لي نفس الكلام، قال لي انا بحفظ الولد نواحي دفاعيه ونواحي هجوميه، ما عندوش حته ان اللعيب يأدي جزء هجومي بس وجزء دفاعي بس، وده اللي يمكن عمرو السوليه اكد عليه امبارح. طب رؤيتك بقى الفنيه يا كابتن للماتشين الوديين اللي عملهم النادي الاهلي مع سموحه والنهارده مع الجونه؟ يعني رؤيتي الفنيه طبعا يا هاني الحقيقه بعد 4 شهور ونص فتره كبيره جدا راحه سلبيه، ومهما كان حتى في برنامج في البيت او الحاجات دي كلها طبعا مش هيتنفس بشكل كويس ومش هيفيد بشكل كويس، انا بقول ان النادي الاهلي في خلال المباراتين يعني وصل مثلا للناحيه البدنيه او الناحيه الفنيه هيبقى من 65 ل 70%، وده معدلات كويسه جدا في الفتره اللي هي البسيطه جدا النادي الاهلي اتمرنها الحقيقه. انا بقول ان هم في خلال المباراتين اللي هي عاملين مباراه سموحه عاملين استحواذ بشكل كويس قوي، يمكن ملحوظه في خلال المباراتين انت بتحرز 9 اهداف، ودي كمان معدلات هجوميه مطمئنه جدا 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 الحقيقه. برضه نفس الحكايه، هو بيواصل طبعا برضه نفس الحكايه ان هو بيهاجم بكل خطوطه الحقيقه، وبيحاطط كثافه كبيره جدا اذا كان على الجناب. شفنا النهارده ياسر ابراهيم بيحرز هدف، ياسر ابراهيم مدافعين من طبعا، عشان كده انا بقول لك يا هاني هو الراجل بصراحه عمل اضافه الحقيقه وتطوير كبير جدا جدا جدا، وانا بشكر كمان مجلس اداره النادي الاهلي يعني الحقيقه برئاسه الكابتن محمود الخطيب ان هم فعلا جددوا له، لان هو مكسب كبير جدا للنادي الاهلي. يعني يا ريت كمان يبقى الموسم اللي جاي، وريت كمان يبقى يشتغل معانا الفتره اللي جايه دي زي مستر مانو كوزيما الحقيقه استمر معانا
فتره كبيره جدا. انا بقول ان الراجل ده هيعمل لنا حاجات كويسه كتير جدا. بقول كمان ان الحقيقه يمكن في 6 لعيبه هاني يعني هو يمكن مركز عليهم، واعتقد ان ده هيبقى العنصر الاساسي في خلال مباراه انبي، اذا كان خط الدفاع طبعا محمد هاني ومحمود متولي وياسر. ياسر الحقيقه في علامه يعني حاجه كويسه جدا جدا جدا، الاداء في خلال المباراتين عامل اداء ولا اروع الحقيقه، اذا كان في النواحي الدفاعيه او اذا كان في النواحي الهجوميه. محمود متولي وصل لفورمه كويسه، علي معلول اللي هو بعتبره نجم من النجوم الكبيره جدا جدا في تيم النادي الاهلي، مستوى يعني بيرجع بشكل كويس قوي. اليو يانج الحقيقه وسريه السته دول يا هاني هم اللي هو الراجل مثبتهم، وبعد كده بقى بيبتدي يغير في الاربعه اللي قدامهم، يعني مثلا اجاييه، مروان محسن، باتشي الحقيقه. وموضوع استعانته بالناشئين يا كابتن رمضان كمان. سليمان. نعم. وموضوع استعانته بالناشئين كمان. طبعا طبعا، ودي برضك هقول لك حاجه سام، يمكن ده ما حصلش برضك من فتره كبيره جدا. صحيح. جدا ان في مدير فني بيبص على قطاع الناشئين ويصعد ولاد صغيرين. طبعا. ما حصلتش من فتره كبيره جدا جدا يا سهام. عايز اقول لحضرتك برضو يا كابتن رمضان، اعتقد دي كمان سهام ده سياسه جديده للنادي الاهلي من خلال مجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود، في ان شاء الله تغيير كامل، وفي رساله واضحه للفريق الاول ان شاء الله نشوف ولادنا الناشئين او ولاد النادي اللي متربين في النادي يكون ليهم الاولويه. وشفنا ده من خلال بعض المباريات، في لعيبه على مستوى عالي جدا مواليد 2001 و97 و99، ان شاء الله نشوف نجومنا ولاد النادي ان شاء الله في الفريق الاول قريب جدا يعني. ان شاء الله. والاثنين الحقيقه، والاثنين يا هاني اللي اتصعدوا الحقيقه اذا كان العربي او الباك الحقيقه شكري، اعتقد ان الاثنين لعيبه كويسه قوي، والعربي ده كمان رغم ان سنه صغير عنده ثقه في ادائه وعنده ثقه في شخصيته، شخصيه كويسه قوي في الملعب، واضح جدا ان هو لعيب كويس قوي ولعيب هيبقى دي مستقبل. فزي ما بقول لك يعني في لعيبه عامله مستوى ثابت لعيب خلال المباراتين. اليو يانج الحقيقه انا بعتبره من الديفندرات الاقوياء جدا جدا في الدوري المصري. سريه طبعا التطوير اللي مستر باير اللي هي عمله له، اذا كان في النواحي الدفاعيه واذا كان في التكمله ورا الاربعه المهاجمين الحقيقه بيشتغل بشكل كويس قوي. ويمكن احنا شفنا يا هاني ان في الفتره قبل التوقف ان اليو يانج جاب احرز اهداف، صحيح، وفي الوقت السريه احرز اهداف، ودي اللي تدلك ان هو فعلا الراجل بيعتمد ان هو بيهاجم بكل خطوطه الحقيقه. طبعا كهربا في مباراه سموحه يعني كان مميز جدا جدا، احرز هدفين وعمل اسيست كمان. يعني يمكن انا كهربا بس يعني بقول له حاجه، كهربا انت ليك كبير قوي، وما يعني انا مش عاوزه بس يبقى مشدود، لان في فترات بيبقى مشدود ودي ممكن تاثر عليه، لكن هو كهربا نجم كبير جدا واضافه قويه جدا الحقيقه هاني لتيم النادي الاهلي. ان شاء الله نستفيد بكل اللعيبه يا كابتن ان شاء الله. اكيد وليد سليمان النهارده وليد عمل شغل كويس، لعب وعمل شغل كويس قوي، ووليد طبعا من النجوم الكبار الحقيقه. رمضان صبحي يمكن برضك اخذ جزء النهارده، ويمكن رمضان لما يخش فورمته اعتقد ان رمضان اضافه طبعا قويه، وهو من افضل اللعيبه اللي موجوده في مصر في الفتره اللي فاتت. في ملحوظه يا هاني الحقيقه، احمد الشيخ راجع نازل في الوزن بشكل يعني نموذجي، ويمكن هو قبل التوقف الحقيقه احمد الشيخ عنده ميزه ان هو بيعمل اختراقات بالكوره والدريبل بالكوره بشكل كويس لما كان في مقصه حقيقه، وهو وزنه زايد الموسمين اللي فاتوا ما كانش قادر يعمل دي بشكل كويس. انا شفته في مباراه سموحه، لا السبرنت واضح وبيعمل فرق بقى ما بينه وبين المدافع بالسبرنت بتاعه عشان الوزن بتاعه نزل. في الحقيقه مروان محسن شغال طبعا، اجايي نفس الحكايه، يعني برضه كل اللعيبه دي ان شاء الله بنتمنى في خلال الفتره اللي جايه يخشوا الفورمه اللي هم كانوا قبل التوقف. اعتقد النادي الاهلي قادر ان شاء الله باذن الله ان هو يحسم في خلال 4-5 مباريات بطوله الدوري، ونلعب بقى على البطوله الكبيره قوي 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 اللي احنا كلنا بنحلم بيها، اذا كان لعيبه ومجلس اداره وجمهور وكل المتابعين الحقيقه، بطوله افريقيا ان شاء الله ان احنا نحصل عليها السنه ان شاء الله. ان شاء الله كنا سعداء كابتن رمضان بوجودك معنا النهارده، وبنتمنى لك كمان التوفيق مع فرقتك في القسم التالي بلديه المحله، كل التوفيق ليك، شكرا لوجودك في البيت الكبير في النادي الاهلي. شكرا ليك.